اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان حلقه جديده النهارده من حلقات من يجدها بنبقى معاكم كل اثنين واربع على الهواء لمده ساعه وبنتكلم في كل الحاجات اللي تخص حياتنا وبيتنا اسرتنا علاقاتنا ببعض تخص اولادنا كمان اوقات كتير بنتكلم في بعض الامراض اللي ممكن نتعرض ليها ازاي ممكن نحمي نفسنا بنتكلم في الحاجات اللي تخصك انتي بشكل خاص تخص جمالك ورشاقتك مطبخك بيتك الديكور كل حاجه لها علاقه ب البيت ومن وقت للتاني بقى كده بنحب قوي اننا نسلط الضوء علي نماذج ناجحه سيدات ناجحات جدا في المجتمع والمجتمع نفسه بدأ يبص عليهم وبدأ انه يتكلم عنهم الحقيقه انه المرأه اتعودنا كده انه هي محطه انظار الجميع ليه؟ لانه المرأه دي بتبقى مسؤوله عن بيت بتبقى مسؤوله عن اسره وبتبقى كمان مسؤولة عن جزء كبير في المجتمع بتاعها. النموذج اللي معانا النهارده قصة نجاح حقيقية عملت مبادرة اسمها تقدري. الحقيقة انه النموذج او المرأة اللي معانا النهارده والسيده اللي معانا النهارده ومنورانا هي من الصعيد بالتحديد من اسيوط وكلنا عارفين قد ايه نظرة الناس شوية في الصعيد للمرأة مختلفة عن اي مكان تاني. فطبيعي جدا انه تطلع او يطلع نموذج من وسط المجتمع ده ويحس انه متضايق من اللي حاصل يحس انه مخنوق يحس انه مش عارف ابدا يتعامل مع العنف والقهر وحاجات كتيره جدا بتقابلها المراه في الصعيد مبادره قدري اللي عملتها ضيفتنا النهارده عرفت من خلالها انها تواجه ده عرفت تقف قدام المجتمع وعرفت تتكلم بلسان كتير جدا من السيدات اللي كانوا محتاجين حد يتكلم عنهم حد يطلع صوتهم للناس اللي حواليهم حد يعرف يعبر عنهم هي كمان إن هي يعني صنفت من ضمن مئة سيدة ال سيدة دول اللي هم زي ما نقول كده ملهمات أو ليهم دور قوي في مجتمعهم وإنه فعلا ليها تأثير قوي جدا على المجتمع اللي هي عايشة فيه بالإضافة إن هي كمان عندها خبرة كتير أو كبيرة جدا في مجال المشروعات التنموية والمشروعات دي طبعا الخاصة بالمرأة خلونا نرحب بضيفتنا منورانا جدا النهاردة واللي لنا مخصوص من أسيوط نصيرة المرأة الصعيدية أستاذة إنجي رأفت صاحبة مبادرة تقدري ومدربة مهارات حياتية ودعم نفسي وحاصلة على وسام الملهمات العرب منوراني النهاردة بنورك كسالي جدا ومبسوطة جدا بوجودك معي النهاردة أنا مبسوطة جدا وعايزة يعني أنقل لكي كل تحية الأسيوط وعايزه اقول لك قد ايه البرنامج ليه صدى رائع والناس متابعاه جدا وبتحبه في كل المجالات وكلهم وصني اسلم عليكي يعني سلميلي عليهم كلهم وفعلا يعني مبسوطه باللي انت بتقوليه جدا مبسوطه ان احنا كمان واصلين هناك ومبسوطه انه انت معانا النهارده جدا. وانك صوت لكتير قوي من السيدات اللي موجودين هناك فالنهارده انتي هتنقلي تجارب كتير وهتنقلي لنا وجهات نظر احنا يمكن مش عارفين نوصل لها ومش عارفين نسمعها منهم بشكل شخصي فانت النهارده هتعبري عن كل ستات الصعيد عشان أيوة. آه انتي نصيرة المرأة الصعيدية فالنهارده انتي منوراني حقيقي <applause> مغصوطة بالحلقة دي جدا وانا جدا عايزة ابدا معاكي من البداية تمام ابدا معاكي من المبادرة، مبادرة بدأت امتى وليه عملتيها؟ اوكي المبادرة يعني دلوقتي نقدر نقول ليها خمس سنين هحتفل باحتفال السنوي الخامس ليها آم آم في شهر اثنين اللي جاي آم آم المبادرة بدأت بـ بـ بإني بشوف حواليا وكانت بتتعرض قدامي نماذج قريبة مني، أصحاب ليا، معارف، قرايب، قد إيه بشوف إن إحنا وإحنا بنقعد صحبات مع بعض، قد إيه إن ممكن حد الست في حد ذاتها بتبقى. متعرضة لنوع من أنواع العنف وتلتزم الصمت في نفس الوقت لقيت قد إيه الست مش مدركة يعني يعني إيه أنواع العنف يعني إيه أبقى ممكن حد يبص لي بصة مضايقاني وده عنف تلتزم الصمت عشان هي مش عارفة ترد ولا خايفة ترد خايفة ترد مم. بتخاف على نظرة المجتمع بتخاف على بيتها بتخاف على أولادها بتخاف على منصبها في حد يعني في المجمل هي ملتزمه الصمت فكان هدفي الاول بسيط جدا ان انا ازاي نعرف اطلع التعبير يعني اللي بفكر فيه جوايا واللي انا حاسه ان انا مأزية منه ازاي اطلعه بصوت عالي افكر بصوت عالي اعبر كويس طريقه التعبير فجت في بالي فكره المجموعات اللي الجروب ثيرابي واللي بتتعمل مثلا شفتها في كذا فيلم اجنبي فكره الدائره اللي تبقى مع مرضى الكانسر وازاي او مرضى الاكتئاب او اللي مقدمين على الانتحار والمدمنين قد ايه لما بيقعدوا ويسمعوا يعني اللي يشوف هموم غيره تهون عليه همومه فدي حقيقه في علم النفس ويمكن ساعدني قوي كمان ان انا متخصصه دراستي في علم النفس و... فقلت لا يعني نبدا نعمل حاجه ما اتعملتش في الصعيد وهي ورش الفضفاضة السريه يعني اللي هي الجروب ثيرابي دي ما اتعملتش وبدات بيها مع ناس قريبه ولقيت الموضوع يعني ليه صدى و... و... وناس حبته اه جدا و... وبصراحه وانا بفكر قلت انا هبدا بال... بال... بالستات والبنات اللي هم في المدينه نفسهم اللي هما بيطلعوا ويدخلوا كل يوم ولابسين حلو وبيضحكوا وناجحين بس ما فيش حد يعرف ايه ايه الصراع اللي جواهم فكنت عايزه اعمل حاجه زي كده توازن ما بين صحتي النفسيه وما بين تحقيق ذاتي وازاي كله ده ينجح ويخدم على بعضه وي... وينجح الواحده وينورها لان بالتالي كل اللي وراها هينجح بعد كده طب انت ابتديتي مع دول او اخترتي او ان دول يبقوا التارجت بالنسبه لك في الاول علشان انت حسيتي ان دول اللي هيبقى لما تيجي تقول لهم ان احنا عايزين نعمل جروب ثيرابي مثلا دول هتلاقي منهم يعني بيلبوا طلبك ولا انت كنت ليكي هدف تاني وما تعملي الهدف ده مع سيدات في القرى مثلا او في اقاصي الصعيد علشان حسيت انه ممكن الموضوع ما يتقابلش بنوع من الترحاب يعني بصي في البدايه انا بدات مع مع الناس اللي مصدقه الفكره ده كان اللي يهمني اللي مصدقني اللي مصدق انا عايزه اوصل لايه بعد كده يعني لقيت مقاله كتب اتكتب باي لك يعني عن الـ الـ الورش وفكره كلمه تقدري واللوجو فكرة جديده وايه كلمه تقدري والاسم بالنسبه للمجتمع وفي اسيوط وانت طالعه تعملي ايه تقدري انت طالعه ايه اللي بتعمليه ده فالهدف الاسم غير خالص الهدف اللي كان للمبادره بالتالي بعد المقال ده اقدر اقول لك ربنا رتب ان الموضوع ينتشر اكتر وابتدت انا مداركي توسع اكتر وابتديت عايزه اقدم في حاجات جوايا عايزه اقدمها اكتر ف ده اللي كان يهمني يعني ده اجابه لسؤالك ده اللي كان يهمني اني ابدا بناس مش تارجت بالنسبه لي وعايزه اوصل لحاجه معينه لا خالص يعني أم لكن ما خفتيش من اسمها خفت انه 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 الناس تبقى متخيله مثلا انه دي طالعه بت بتقوي ستاتنا علينا اه طبعا كتير أه قالوا لي كده يعني كنت كمان عامله مسابقه اول ما ما ما, ما, ما طلعت لنور المبادره اسمها سوبر وومن فانت سوبر ايه هو سوبر مان سو ايه اللي جاية لنا بيه ده ف يتغير كانت... مفاهيم اه فكنت عايزه اشتغل على حته المفاهيم المفاهيم المغلوطه عندنا ان تقدري ينفع تقدر تعمل كل حاجه وهي مبسوطه ومتصالحه مع نفسها علشان تقدر تدي اسره كويسه اطفال كويسين شغل كويس طب انا قبل ما اتكلم بقى عنهم هم وقبل ما اتكلم عن المبادره وقبل ما اتكلم بعد كده على انجازاتك وعلى صوتهم اللي بيوصل من خلالك انت شخصيا عايزه اتكلم عنك انت بقى في الاول خالص يعني أه اللي بيعمل حاجه زي كده بيبقى هو نفسه نفسه حد يسمع صوته بيبقى عايز أه يعبر عن حاجه داخليه مش عاجباه في المجتمع اللي حواليه فبالتالي انا قررت أنه أنا اعمل حاجه زي كده وابدا اسمع كمان الناس اللي حواليا فانت بقى المجتمع القريب منك قوي البيت نفسه الاسره كان ايه وضعهم مثلا طيب بصي عايزه اقول لك حاجه ان من في جمله كده انا ماشيه بيها اللي هي من رحم الالم توجد المعاناه والنجاح وقصص النجاح بتطلع من الضربه اللي بتوجع بس فالعايزه اللي عايزه اللي اقوله لك ان لازم ورا كل حاجة أكيد أنا تأثرت بحاجة معينة في حياتي ومن ناس قريبة مني جدي جدا في حياتي شفت دموع شفت ألم شفت ناس بتنجح ومش عارفة تكمل في, في الأسرة شفت ست القاهر شفت ست مش عارفه تقول رايها او اقل حاجه مثلا اقل شكوى انا مثلا مش مش بيرضى ينده على اسمي مثلا في البيت فهي حاسه بالم ومعاناة رهيبه طيب ده الم احنا مش بنستهترش بيه ف... وعارفة اللي بتقوليه ده يعني ده قريب يعني أنتوا بتتكلمي في خمس سنين يعني آه. يعني احنا برضو كنا في عصر المفروض ما يبقاش فيه ده اصلا ففكره لغايه دلوقتي بالظبط لغايه دلوقتي انا يعني عايزه اقول انا بحارب حاجه اسمها قهر وظلم وازاي توعيه بس انا اللي شغال عليه اكتر دلوقتي التوعيه آه. مهما كان الروتين بيتقال لي توعيه ايه وناس كتير يعرفوا المعلومات اللي انت بتقوليها لكن عايزه اقول لما اصطدمت بالواقع والنجاح اللي انا هكلمك فيه بعد شويه قد ايه الناس محتاجه معلومات كتيره غايبه عنهم قد ايه كل ست مهما عمرها كبر قد ايه نجحت قد ايه مش بتشتغل مش لاقيه نفسها بس محتاجه تفضل انثى يعني تفضل طبعا. محتاجه الاهتمام والاحتواء والتقدير وانها إن ما تتعرضش لاي نوع من انواع العنف مهما كان بسيط يعني فمن حقها تواجهه تواجهه ازاي انا ده اللي كان هدفي تواجه العنف في حياتها بطرق صحيه بدات بقصه الدعم النفسي مم. ومستمره فيها لغايه دلوقتي ان اشتغل معاها هي هي نفسها لو اشتغلت على نفسها تقدر تغير كل حاجه حواليها طب بصي هي معادله صعبه انها تتحقق لو ما وصلتش ولا اتحققت بشكل من الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي تمام يعني فكرتك هايله تمام. آه رائعه وحقيقي هتغير مفاهيم مغلوطه كتير جدا لكن الفكره بقى في المراه اللي انت بتغيري عندها ده تمام. هي بتطبق ده ازاي في حياتها هي دي بقى النقطه الفيصل في الموضوع او المعادله الصعبه انها تتحقق المفروض انها تبقى عارفه تعبر وتبقى عارفه تتكلم تبقى عارفه ترفض القهر والعنف ولكن آه تفضل هي وجوزها كويسين هي ولادها كويسين طبعا. هي طيب. الست وهو الراجل يعني معادله صعبه عرفتي توصلي لهم ده ازاي طيب آه كويس انك جبت سيره الراجل والست لان من بدايه الاسم طبعا جيل اول الناس ان طب. ده تقدري يعني ده فيها يساوي خراب ضده هي بقى اللي انا عايزه اقوله لك ان قدام الناس عرفت بس الحمد لله دلوقتي الناس مدركه والحمله انتشرت ازاي وهقول ازاي بنشتغل كمان بطريقه رسمي حلو. ان خلاص دلوقتي تقدري يعني يساوي عمار بيوت حلو فاشتغلت اشتغلت ازاي بالطريقه دي وازاي الست م. تقدر تقتنع بكده اشتغلت من خلال لما قلت لا انا هدفي الاول كان حاجه بسيطه جدا فاتعرض علي اقتراحات وانا لقيت ان المجتمع محتاج واشتغلت على نفسي وكملت دراسه في وتخصصات في حاجات كتير وبدانا قلنا ما نبدا من من اعدادي من سن 12 سنه ما نبدا بقى البرنامج من اوله انا رايحه ليه بقى لل تعالوا نبدا من البدايه بدانا برنامج وسلسله من اول سن 12 سنه لغايه الخطوبه والجواز وبعد كده فبدانا بكل الموضوعات اللي بتهم البنات والولاد في السن ده وامهاتهم فابتديت اعمل ندوات ومحاضرات وعروض متوزع يعني ماشي يتعمل لسن 12 سنه اجيب الامهات اللي هم بناتهم عندهم 12 سنه فانت تعملي على ربط الاسره من خلال انه تفهمي الاب والام دول او الام فكر ولادهم اللي في السن ده وتفهمي الولاد ازاي يعرفوا يتصرفوا في السن ده واعرفهم يعني ايه الاول كان يهمني اعرفهم يعني ايه فروق سيكولوجيه بينك وبين انت كبنت بينك وبين الولد طبعا. ازاي دماغك بتتكون وازاي نفسيتك وازاي نفسيته من السن ده علشان لما تكبرى وانتى بتختارى تختارى اللى يكمل معاكى صح تختارى اللى يبنى معاكى صح تختاري اللي تحطي ايدك في ايده صح، تعرفي ان لو في اختلاف لو اتعصب شويه اه ده انا في يوم من الايام اتعلمت ان الراجل ما بيحبش الكلام الكتير وانا كست بحب الكلام الكتير، اتعلمت ان الراجل عنده نظريه اسمها الكهف بيدخل فيها ويبقى قدام التلفزيون او قدام الموبايل وهي تبقى بتاكل في نفسها عايزه ترغي وتتكلم فازاي هي تسكت فاشتغلت على الحتت دي الاول فلما ابتدوا يفهموا ايه ده ده احنا مختلفين اه فمختلفين يعني بنكمل بعض ربنا خلقنا مختلفين عشان نكمل بعض وسعتي دايرتك بالشكل وسعت الدايره وابتدت بقى السلسله تكبر ما بين الفروق السيكولوجيه دخلنا بقى في الختان ودخلنا في الزواج المبكر ودخلنا في التنمر بكل انواعه حلو. ودخلنا في قصص قصه نجاح الحقيقيه للمبادره اللي ليها سنه وهو دليل رسمي معتمد باسمي عن التربيه الجنسيه من سن الولاده لسن 18 سنه وده كانت اول مره تحصل في الصعيد في دخله قويه جدا في الصعيد انك تتكلمي فيها و وعند بعض ال ال الاسر اكيد لقيتي يعني رفض شرس يعني عند ال عند الناس اللي مش فاهمه قوي قد ايه ده مهم ان احنا نتكلم فيه وقد ايه مهم ان احنا نفهمه اكيد هيقولوا لك لا عيب انك تتكلمي في الحاجات اللي زي كده بصي انا كمان شوفي الهدف الاول كان بدات بالمدينه لا ده وصلنا بقى في خلال خمس سنين انا عايزه اقول لك وصلت لاكثر من 5000 سيده وبنت لغايه دلوقتي وصلت لاكثر من 2500 راجل ولد وصلت لهم التوعيه دي غير اللي وصلنا له بعد كده لان ابتدينا ندي محاضرات وعروض لايف على الفيسبوك وكلها فور فري <applause> فابتدت انا يعني لما بشوف المستهدف اللي انا وصلت له في مستهدف عندي مباشر وغير مباشر يعني اللي شافني وسمع الكلام التوعيه دي راح وصل للمعلومه دي لاتنين وثلاثه واربعه فاللي عايزه اقول لك اه طبعا الاول طب ادخل ازاي وخاصه في جزء التربيه الجنسيه طبعا في الصعيد فالدخله اللي كانت مستعداني كل الموضوعات اللي انا قلتها لك الاول لانها ابتديت معاهم سلسله من البدايه مم. فكانوا متقبلين ان انا هدخل عليه بعد كده طيب هكمل مع حضرتك واكمل مع كل مشين بس خلينا نخرج لفاصل آه ونرجع نكمل كلام في الموضوع استنونا مره تانية بعد الفاصل ده ومرة تانية بعد الفاصل الحقيقة قبل الفاصل اتكلمنا في كذا جزئية أو في أكثر من جزئية خاصة بالمبادرة وعرفنا إنه المبادرة من الأول كانت عندها هدف هو إنه المرأه في الصعيد تعرف تعبر مش لازم يبقى معني المبادره دي انها مثلا تقوي ست على جزها او الي اخره لكن المبادره اثبتت خلال السنين اللي فاتت انه المبادره دي معناها أعمار للبيت اكتر من انه او بعيدا كل البعد عن انه يبقى خراب للبيت برحب بيكي مره تانيه عايزه اتكلم في جزئيه مهمه جدا اتفضلي فكره المفاهيم المغلوطه او الثقافه اللي مش موجوده عند الرجال اوقات والخاصه بنظرتهم للمراه ملاش علاقه برجل متعلم ورجل غير متعلم حقيقي في رجاله متعلمين كتير لكن هم شايفين انه الست مكانها في الاول وفي الاخر بيتها وجوزها وولادها هو طبعا, طبعا. الست بيتها وجوزها واولادها في المقام الاول لكن اللي اقصده انه في رجاله كتير جدا شايفين انه لا ما تتعلميش او لا ما تشتغليش خلال المبادره اشتغلتوا على ده ازاي وبنسبه كام اتغير المفهوم ده؟ طيب في البدايه كان الهدف كله تارجت ستات وبعد كده بنات وانا قلت لك من شويه ان احنا استهدفنا رجاله استهدفناهم ازاي عملنا زي كورس كده اسمه دماغ الرجالة فيها إيه ف... الله الاسم في بدانا ب... بال... بالعكس بقى بال... بالزوجات والبنات المقبلات على الزواج علشان نعرفهم ال... الراجل ده تكوينه النفسي إزاي وإن إحنا ممكن نظلمه في حاجات كتير يعني ممكن نتهمه بحاجات كتير وهو يبقى مش مدرك أنتوا شايفيني بالشخصية دي ف... واتعرفنا على حاجات كتير زي المحاكاه الوالديه وازاي و... الولد خاصه لما بيكبر ويبقى راجل بيحاكي النماذج اللي شافها وهو صغير هاي. المعلومات دي عشان كده بقول لك انا اشتغلت على التوعيه بالتالي بقى الخطوه اللي بعد كده بدانا رحنا بقى للرجاله بقى قلت لهم انتوا جايه جاي بقى ايه للظالمين اللي انتوا شايفين دول الضحايا بتوعكم. فكانت وجهه النظر كانوا متفاعلين جدا من بدايه كورس بصراحه. ايه اشتغلت على المفاهيم المغلوطه ما اشتغلتش عليها بالطريقه المباشره لا ايه انتوا عندكم مفاهيم غلط. ايه لا بالعكس انا اشتغلت برضو عليهم نفسهم. انت ايه؟ تكوينك ازاي؟ المراحل اللي عديت بيها من وانت طفل صنعت منك الراجل الشرقي او الراجل اللي كل اصابع الاتهام عليك ان انت انت حارم الست من كل حاجه وازاي عندنا نماذج عرضت كمان نماذج ايجابيه رجاله كتير حوالينا حلوين ومتعاونين بيقدروا يحتووا الست اللي قدامهم ويفهموها ويحترموها دي انا جبت نماذج عملت حاجه زي النقل اثر خبرات يعني قدوه قصص نجاح آه. وازاي يعني يقلدوها ازاي ايه ده ده في حد إيه كده واسرته ناجحه ومراته بتسمع كلامه ومراته كويسه ودمها خفيف مش نكديه <applause> اه اه في اهم حاجه موضوع النكديه ده جدا مم. فبالتالي آه الكورس كان من بدايه الطفوله الخاصه بالولد لغاية لما بقى إيه راجل اشتغلنا بعد كده لما هم ادركوا نفسهم الصوره الذاتيه اللي كانوا اتكونت فيهم والتربيه الغلط لان اساس الراجل اللي احنا شايفينه ده تربيه برضو احنا موروثه احنا ما اشتغلناش على حاجه اسمها التربيه الوجدانيه اشتغلنا على حاجه اسمها انت من وانا انت صغير انا عندي ولد ولد ده بيتعامل غير البنات انا عندي ولد الولد ده هو اللي ممكن يضرب يضرب اخواته بس لا اخته تقول له حاضر بعد ما تضرب يبوظ الدنيا حواليه اه اه الدنيا اه اه الدنيا, بوزد اه الدنيا في حاجه مضايقاك ما اشوفش دموع في عينيك انت انت راجل تولد ولد اتعلمنا ان الست بقى كل شويه تقول ايه الام بقى انت انت السند بتاعي انت اللي بتكي عليه لا هو مش السند ده ابنك فانت اديتي له مفاهيم غلط خلطوش عايش الطفوله فبالتالي طلع بحاجات كتير مغيراه مخلياه بقى لا يبقى عنيف لا يبقى بيتامر لا يبقى قايل ان العادات والتقاليد ان ما تشتغليش بس عايزه اقول لك المفاهيم دي بنسبة كبيرة اتغيرت وخاصة في الصعيد بنسبة كام بقى اتغيرت؟ ب... هقول لك بنسبة فوق ال 75% ياااه اه طبعا انا ممكن قد ايه القصص عندنا ناجحة في الصعيد لرجالة وستات والاتنين ممكن يكونوا بيشتغلوا في نفس المكان مع بعض طب وصلتوا لنسبة من الرجالة اللي مش متعلمين ولا كل الهدف بتاعكم او اللي اتعاملتوا معاهم متعلمين؟ 99% من اللي انا وصلت ليهم مش متعلمين ياه yeah. 99% من الرجاله والنسبه دي يعني نسبه 75% دي تغيير لمفهوم عند راجل مش متعلم قد ايه كانوا مبسوطين ان كمان حد بيتكلم عننا ك كمش مش الصوره المتصدره ان احنا الوحشين اللي مبهدلينكم اللي مطلعين عينيكم اللي مبوظين حياتكم قد ايه انبسطوا ان في في اهتمام في توعيه في محاضرات بتتقدم بالطريقه دي في في الصعيد يعني ما ما يعني ما فيش حد اشتغل على الرجاله كتير واشتغلنا على فكره ادماج في عنوان كده بنشتغل عليه اسمه ادماج الرجال لمناهضه العنف المبني على النوع الاجتماعي هو اني افضل إنه, انه الراجل يتكلم عنه راجل في المحاضره ويديله كلام من راجل زيه فهيفهم اكتر ولا انه الراجل ده يحس انه اللي فهماني وبتتكلم معايا واحده ست بصي انا اللي شفته في نجاح إني لما احس ان راجل بيتكلم عني يعني انا بيتكلم عن الست وازاي تفهموها وازاي تقدروا اكثر جدا أيوة. الرجل لما شاف واحدة ست إيه بتتكلم يعني بتكلم كان محاضرة عمري ما أنساها وكانت اتنفذت في, في نجوع وليس قرى كمان بنتكلم عن أنواع العنف ابتدينا من البداية خالص عنف إيه ده اللي انتي ب... عنف اللي هو يعني يديني شلوت يديني ألم يضربني إيه ده يعني هو لو, لو, لو على صوته عليا ده عنف لو أهمني ده عنف يعني ابتدينا نتعلم يعني ايه انواع العنف هم ما كانوش مدركين آه يعني ايه انواع العنف فابتدينا برضو نشتغل على الجانب ده قد ايه رجاله كتير في حاجات غايبه عن وعيهم محتاجين نشتغل عليها فلا المفاهيم المغلوطه اتغيرت آه بنسبه كبيره في الصعيد م. لان عايز اقول لك الصعيد آه باكد تاني آه من أو من القاهره اللي بعد القاهره بحري كده كله شايف الصعيد بنظره آه آه منظرة من اللي بتطلع في الإعلام أيوة. ده صورة غلط, غلط. مشوهة جدا إحنا مجتمع خالص. لا يختلف تماما عن القاهرة اسكندرية أيوة. ما بنختلفش وعاداتنا وتقاليدنا واحدة بس هي كل حكاية إن إحنا العادات والتقاليد عندنا زيادة أو زيادة أتقل, زياد. أتقل أو. طيب إيه أكتر الحاجات الصعبة اللي واجهتك خلال الفترة اللي فاتت من بداية المبادرة لغاية النهاردة صعوبات عقبات حاجات كنت فاكرة إنها ممكن تيجي سهلة مثلا واكتشفتي الموضوع مش سهل خالص في الجزئية دي العقبات أول كل حاجة إني أقنع المجتمع إن أنا هتكلم عن حاجة اسمها تقدري إني أنا عملت وقفات في الشارع توعية وقفات صمتة يعني مفيش حد يتكلم وماسكين زي بانورات تقدري تبقي ام عظيمه تقدري تشتغلي تقدري ما تشتغليش تبقي في بيتك بس تحققي ذاتك وانت جوه بيتك في ستات كتير اشتغلت على الحته دي مش قادره مش لاقيه وظيفه تعمل ايه يعني تنتحر مثلا لا مش هت... لا تلاقي نفسها وهي جوه البيت في ستات تقول لي لا الست اللي بتشتغل بس هي اللي تحس بذاتها لا خالص بالله. انتي ممكن تبقي مع اولادك وتحسي بذاتك انت كأم ليكي هدف انت كأنثى ليكي هدف الصعوبات طبعا من اول ما بدخل اخد تصاريح يعني انت جايه احنا مش ناقصين احنا عايزين احنا بندور ناكل ونشرب ونشتغل لكن ايه اللي جاي تشتغلي عليه ده فالفكره نفسها يعني الفكره نفسها بعد كده الصعوبات ان انا كنت محتاجه ناس داعمين ليا يعني ناس سبونسر ليا دعموني لان الحمله كبرت الى حد ما وبقينا فريق فريق ده مكون من 20 فرد وبقي لينا هدف ورؤيه ورساله ورحنا مدارس كتير جدا رحنا جمعيات رحنا مؤسسات ابتدينا نطلب بالاسم لتنفيذ توعيه بطرق مختلفه لان احنا بننفذ توعيه مش باخد ودي ورش يعني مش ورش عمل وبس لا ده في عروض فنيه زي سكتشات صغيره يعني بنمثل مثلا العنف لو احنا هنتكلم اليوم ده عن العنف بيبقى عن طريق سيناريو بيشوفوا حاجه بتتمثل قدامهم بسيطه صغيره في دقيقتين فبيتفاعلوا معايا اكتر بناخد رد الفعل بنتقسم حاجه اسمها ورش عمل بيبقى في العاب ومهارات حياتيه اللعبه دي ممكن يطبقوها مع اولادهم بعد ما يروحوا ابتدينا كمان ننفذ اغانى الاغانى دي بتخدم الهدف بتاعنا فابتدينا نوصل للاطفال من كيجى لغاية فوق فالموضوع لقيت في صعوبات كتير الاول وان انا اكون كمان فريق وحد يؤمن بقصه التطوع لان ده دي اراده فرديه ده بالضبط. تمويل ذاتي لكن يعني... الجميل انك ما استسلمتيش ولا وقفتي لا انت قلتي عادي انه ما في صعوبة لا ما استسلمتش آه. كملت انا ما بعرفش استسلم ما هو اكيد ما هو دليل على على انه ما استسلمتيش انك موجوده معانا النهارده <applause> والانجازات الفظيعه اللي, اللي انت فعلا عملتيها واللي مسمعه بقت في كل مكان حقيقي ومش كلامنا احنا بس ده كلام فعلا كل الناس انه شايفين قد ايه غيرتي حاجات كتير. عايزه اسالك بقى بجزئية جزئيه مهمه من خلال المشروعات التنمويه اللي بتشتغلي فيها والخاصه بالمرأه آه والتابعه ليه آه جمعيه سيدات الاعمال التابعه ليه وزاره التضامن. شايفه لغايه دلوقتي ايه اللي ناقص عند المراه علشان تبقى حاسه انها اخذت حريتها كامله قادره تواجه العنف والقهر والظلم بشكل كافي ايه الجزئيات اللي ناقصها بصي انا مبسوطه جدا اولا ان فتحتي اسم المشروع آآ آآ هو انا مسؤوله عن مشروع اسمه الفتيات تقود مدن امنه حلو. وده لاول مره يتنفس في الصعيد وبداوا فيه في اسيوط طبعا المشروع ده بتنفذه جمعيه سيدات الاعمال اللي انا بنتمي ليها وبشتغل جواها ده الشغل الفورمال بتاعي يعني اه مم. فالمشروع بيستهدف بنات وولاد فقد ايه احنا وصلنا للبنات وصلنا بموضوعات لدرجه ان في تفاجأنا بقى المشروع بيتنفس في الحضر وليس القرى ده ده طبيعه المشروع وده الجديد فيه ان دايما المشروعات التنمويه تنفذ في في المجتمعات المهمشه احنا الأول مره ننزل في الحضر فالحضر وننفذ كل حاجه ندي كورسات من سن 13 ل 24 سنه سواء للبنات او الولاد بيشتركوا معانا في مبادرات ابتكاريه بعد كده هم بيبقوا قاده بس احنا هدفنا في المشروع ازاي اخلق مساحه او اوجد مساحه امنه حتى لو الشارع اللي ساكنه فيه البنت م. البنت والولد يمشوا فيه مع بعض بامان بامان وازاي البنت والولد يقدروا حتى هم في اولى عاديه تانية عاديه دي يوصلوا القيادات ويقولوا لهم احنا موجودين حلو. بصنع قاده م. فده جمال المشروع وصلنا فيه طبعا لقينا لقينا تحديات كتير عند البنات تخوفات كتير لان المشروع كمان بيقدم جلسات دعم نفسي م. فقد ايه البنت تبقى يعني شافت كل يعني عندي حاجات مراع... يعني لو ناس كبيره ما تقدرش تعدي باللي عدوا بيه الاطفال دول وقد ايه الطفل يبان ان هو بيلعب وماسك الموبايل وعايش حياته هو... بس من جواه متكسر متكسر م. فاحنا اشتغلنا على الحته دي جدا ولمسناها وفي نجاح احنا لمسينه وعالجتوهم وجدانيا آه. اه اه دي المرحله الثالثه ان احنا اشتغلنا بالدعم النفسي دايما لما نبدا صح نبدا بالتوعيه نبدا بده نغير ده ونشتغل عليه ونبدا بصحتنا النفسيه انا اتغير احنا كنا بنبدا بالهرم المقلوب بالعكس. لا انا اغير اللي يعني انت تتغير توطي صوتك انا وطي صوتي انت تخليني اشتغل انا شغل. انت تب... سيبك براحتك برحت. اه <applause> انت تلبسي محترم انا مش هتحرش بيكي أوكي. شفتي المغ... المفاهيم ازاي فابتديت ابدا ب... بالفكر بتاعي انا انا ما يهمنيش اللي انا ابدا بنفسي الاول لو انا اتغيرت كل حاجة تتغير اللي حواليا كل حاجة تتغير لأن أنا من جوه نظرتي خلاص اختلفت إيه اللي ناقصها بقى علشان تبقى حاسة إنها أخذت كل حاجة أو عرفت توصل لكل حاجة مش أخذت كل حاجة عارفة توصل البنت حاجة. تعرف تعبر كويس لان بتخاف تعبر عن نفسها لغايه دلوقتي, دلوقتي. دلوقتي. رغم كل الجراءه وال... والقصص اللي حضرتك شايفاها لكن لا بتخاف تعبر وبتعمل حساب لحاجات كتير فبتلجا للصمت بتلجا للهروب على الموبايل بت... بتلجا ان ممكن التحرش الالكتروني اللي زايد ان اي مسج فيها اهتمام وانت مهمه فاجري وراها أوكي. بكل الفئات سواء بنت او او متجوزه أو فاحنا محتاجين نشتغل على البنت ناقص انها تعبر عن نفسها كويس طب انا عايزه الحق اتكلم على التكريم الحلو ده تكريم الف الف مبروك الله اولا لك. كرمتي الخميس اللي فات آه من وزاره الشباب مش كده عايزه بقى تكلميني عن التكريم ده وليه و... واخدتيه عن ايه وقولنا بقى يعني كل حاجة خاصة بي ده مؤتمر لأول مرة يتعمل على مستوى الوطن العربي ده مثلا ليه ست شهور بيترتب له مع, مع القيادات الناس اللي كلموني مؤتمر هن الحكاية وده بيكرموا بيختاروا شخصيات ملهمات على مستوى الوطن العربي كان في قصص اتكرمت من لبنان والاردن والامارات و السودان ف وانا كنت الصعيديه الوحيده جوه المؤتمر مين اللي المؤتمر اللي نظمته في سبونسر كتير ليه وداعمين كتير وكان في مركز التعليم المدني التابع لوزاره الشباب والرياضه و... ومنظمه دبي الاعلاميه وإستفير السفير الاماراتي ف قد ايه يعني كان خطوه مهمه طبعا. وان اختاروني من كملهمة يعني كمان مش تكريم عن إنجازات يعني مش تكريم عادي ان انا علشان حصلت على لا لا او عشان نفذت كذا خدت وسام اسمه وسام الملهمات العرب فقد ايه فرق معاكي فرق معايا جدا جدا طبعا طب عايزه اتكلم بقى عن طموحك انت الشخصي احنا معانا هو صوره صورتك وانت واخده التكريم او الوسام و باين حقيقي فعلا انه انتي مبسوطه انه انتي حاسه بفخر واحنا على فكره انا عايزه اقول لك انه احنا كمان بنحس بفخر لما بيعبر عننا سيدات زيك وبتتكلمي عننا وبتوصلي للمرحله دي فاحنا حقيقي فخورين باللي وصلتي له حقيقي فخورين كمان انك موجوده معانا النهارده انا مبسوطه قوي صدقيني <applause> عايزه اتكلم بقى عنك انت وعن طموحك قبل ما نختم علشان اعرف انت عايزة تعملي ايه بكره عايزه تعملي ايه الفتره اللي جايه كلها بصي طموحي بمنتهى كان البساطه اني اقدر اوصل لكل ست وست تبقى في ثقه اني تقدر تتكلم وتقدر تقول انا متضايقه وانا وانا غلطت وحد يقبلني و... وانا ضعفت في حاجه ومحتاجه حد يطبطب علي انا محتاجه اعمر بيتي انا محتاجه اوصل اقرب اكتر لجوزي انا محتاجه اخد موقف عشان العنف اللي جرالي انا بعد كده ليفل انا تعبت في, تربيه الولاد مش عارفه اربيهم ازاي فبالتالي هي مش عارفه سن اعدادي غير سن ابتدائي غير سن ثانوي فبتوه وتتعب وتئن مفيش حد يحس بيها فكان طموحي اني اوصل لاحساس السيدات واوصل لقلبهم وده كان اول طموح وكنت شايفه انه صعب بس ربنا حققه واتحقق آه وقد ايه واخده ثقة ستات كتير جوه اسيوط جوا الصعيد لان انا رحت محافظات تاني بالمحاضرات آه طموحي ان الحملة تكبر اكتر من كده ويبقى فيه ناس داعمين ليا من جهات حكوميه مم. الدوله تؤمن بيا اكتر وتقف معايا اكتر عايزه اوصل انا مستعده اتعاون واعمل لينكات مع 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 المجلس القومي للطفوله والامومه المجلس القومي للمراه وكله فور فري مش عايزه اي حاجه غير أن اقدم الرساله بتاعتي وتوصل بطريقه اللي رسمتها ده طموح من طموحاتي الطموح الطموح الثاني اني اقدر ازور كل كل محافظات الصعيد اروح اقدم التوعيه دي وبعد دليل كمان ده كان من ضمن طموحاتي اعداد دليل خاص للمراهقين مختلف جدا وده نابع طبعا عن اني ام الاثنين مراهقين فتبقى تجربتي صادقه شويه عشان انا بعدي بالمرحله دي معاهم. حي نورتيني النهارده بسطت جدا 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 باللقاء آه والكلام بتاعنا وبسطت بفكرك واتبسطت جدا بقى بانجازاتك واتبسطت بالكلام اللي عمال ياجدها يجدها ودي حاجه بالنسبه لنا بتفرق قوي 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 إنه احنا كمان زي ما بنحاول طول الوقت اننا نوصل لكم نبقى متاكدين اننا فعلا عرفنا نوصل للمرحله دي انا عايزه اقولك حقيقي البرنامج متشاف في اسيوط وليه و... صدي وأول ما قلت الاسم معروف ان البرنامج من يجدها و... واسمك كمذيعه معروف فالبرنامج ليه نسبه مشاهدات كبيره ون... يعني انا من ضمن الناس اللي بتفرج عليه حلو قوي ان هو لايف بس عايزين نعرف آآ آآ بي بي نشوفه امتى تاني نتابعه ازاي محتاجين معلومات اكتر برضو عن البرنامج ومحتاجين البرنامج لايف كل اثنين واربع من الساعه 12 للساعه واحدة واعاده حلقه يوم الاربع بتبقى يوم الخميس الساعه 3 الظهر تمام حلو واعاده حلقه يوم عفوا اعاده حلقه يوم الاثنين بتبقى يوم الخميس الساعه 3 واعاده حلقه الاربع بتبقى الجمعه برضو الساعه 3 تمام وعندي اقتراح إيه ليه ما نعملش زي زي ما بقدم في اسيوط توصلوا برضو صوت الصعيد تبقى كبدايه إيه انا موجوده من الصعيد وبتكلم نيابه عنهم إيه ليه نشارك بتوعيه ومحاضرات حتى لو زي دقيقه تاخد من وقت الناس ان يبقى فيه تنوير عن صحتهم النفسيه وتقديم دعم نفسي كلنا محتاجين وصلتكلي. نشتغل على صحتنا النفسيه عشان نقدر نتعايش حق. يعني. حق. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه انجي رافت نصيره المراه السعوديه وصحفه مبادره تقدري ومدربه مهارات حياتيه ودعم نفسي نورتيني النهارده. بنورك بشكريك. بنورك ميرسي ليكي ميرسي جدا. أه معانا مجموعه من التبرعات سريعة جت لبرنامج برنامج من يجدها مطلوب متبرع بكل فصيله الدم A و o على ان يكون السن لا يزيد عن 40 سنه ورقم التليفون قدام حضراتكم على الشاشه مطلوب متبرع بكل فصيله الدم O بلس على ان يكون السن من واحد 21 سنه ل 35 سنه ويكون بصحه جيده ورقم التليفون قدام حضراتكم على الشاشه مطلوب متبرع بكل فصيله الدم A و o على ان يكون السن من 21 سنه ل 45 سنه ويكون ذكر وارقام التليفونات الخاصه بالتبرع ده قدام حضراتكم على الشاشه واخيرا مطلوب متبرع بكل فصيله الدم او بلس وبي بلس على ان يكون السن من 25 سنه ل 40 سنه ورقم التليفون قدامكم على الشاشه بشكركم شكر جزيل لحسن المتابعه بشكركم على تعليقاتكم طول الوقت بشكركم على مشاركتكم معنا بشكل مستمر يا رب نبقى عند حسن ظنكم طول الوقت لو في اي موضوع حابين اننا نتكلم فيه ابعتوه لنا على صفحه القناه او على صفحه البرنامج على الفيسبوك يوم الاربعاء الجاي اشوفكم قبل ما بساعه حلقة جديدة وما يكفي